تتمالط. كل واحد فينا ليه ماضي بيطرده، ومهما حاول يهرب تلف الايام ويرجع يطرده تاني. وكل شيء بأوانه. اللي تؤمر بيه ما عليك. الظاهر انك هترجع تلبس الجوانتي تاني وتفتكر ايام زمان. افتكر ونلبس. رومانا غلطت اول مره وسامحتها. انت عارف الغلطه التانيه عندي بقد روح. حصل ما عليك. مش عايز ابقى لها اثر لا هي ولا اللي في بطنها. عايز الحكايه دي تحصل من غير دوشه ولا شوشره. عايز اغمض عيني وافتحها ما لهاش. الحكايه دي لازم تحصل بايدك من غير طرف ثالث. خلصت الحدوته يا رمانة. بح خلاص. هذا وما فيش مفر منه. لو تحط ايدك في كبس الكهرباء. انا لو كنت خاليه ولا يهمني، ولو كان نزل الدنيا كنت هبوس ايدك عشان تقتلنا انا وتسيبوه. الامر جاي من فوق يا رمانة. بلاش بلاش يا مات، احنا ولاد كار واحد. سامحيني يا بنتك، ما تخافيش يا رمانة، انا مش هاذيكي، انا بس هقتلك. اعملي يا رمان؟ هقتلك يا مرض. ايه يا رمان؟ احنا ولاد كار واحد. تغور يا ابن الكلب. الله يسامحك يا رمان. السلام ورحمة الله وبركاته. اه دكتور، عملت اللازم؟ طبعا، أول ما الزوز جاب لي العينات عملت اللي أنت قلت عليه بالظبط. حلو، والنتيجة؟ البني زي ما قلت معاليك، نفس الخلطة بتاعتنا.
شوية بينك على شوية عيش، وطبعا ما فيهاش أي حشيش. والأبيض؟ مهروش أبو كسين المهرول، متشعرة بماكس فورد وعليها شوية نيشان، وطبعا اللوجو بتاعنا متقلد بنفس الخط بالظبط، وعلامة الكف متقلدة. يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب، خلاص الغش بقى عيني عينك كده. الفراولة نقسم عليك، وعشان كده هرشوا لبد المهرول. الناس خلاص يا فندينا قلقت برقع الحياة. البودرة سوقها نايم زي ما معليك عارف، عشان سعرها بقى غالي والرجل خفت عليها قوي. بقى الخلطة دي جر رجل اللي يطلبها، مزاج الكيمياء واكل اليومين دول، وزبون الفراولة لما يجرب ابو حسين مش هيسلاها. الله يخرب بيوتهم، عايزين يدمروا دماغ العيال. بقى انا اتعب وشق واعمل لهم من طلب العلا، عشان الواد ولا البيت لما يصطبح الصبح مسكاره يقوم يذاكر بمزاج، يجوا هم حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. السلام انت يا دكتور. بعد اذنك يا معلم خميس. شايف الناس؟ شايف الناس يا زوز؟ الدكتور ده كام يوم في المعمل؟ يوم واحد بس. حلو الدكتور. حلو. طيب يبقى حاسبه، وتبعت رسالك للمعلم الدهان تقول له افندينا عزمك على اكلة سمك. افندينا عزمك على اكلة سمك. انت وكل حبايبك من فوق لتحت، من فوق لتحت. يتوب علينا ربنا. امر افندينا. شبكة بتترمي وانت ونصيبك. البحر واحد والسمك اشكال. سبحان الله، قادر على كل شيء ونعم بالله. والرزق يحب اللمة، واللمة يعني الصحبة، والصحبة ما بتحلاش غير بأكلة سمك. سلو بلدنا بقى. بسم الله، بألف هنا. معلمين السواحل وخط الجناح، ومعلمين سينا والدلتا، ومعلمين الصعيد، الكل جاك يا فندينا حسب الطلب. حبايبنا فوق وتحت. احنا صحيح متفرقين على الخريطة، بس المزاج واصل للود ومقرب البعيد. واحنا جينا عشان نسمعك ونوزن الكلام. تسمع كلام رزين بعون الله بالهنا والشفا. السوق لم يا رجالة، السوق لم، والرخيص ريحته فاحت، والضرب بقى تحت الحزام، والكار بقى أوسخ بالسياسة. عشان كده التطهير بقى فرض علينا. بتفكر في ايه يا خميس؟ أقول لك بفكر في ايه. كل جمبري وأنا بقول لك بفكر في ايه. زي ما القعدة دي، اتفضل يا معلم، محزمة البلد من فوقها لتحتها، عايزين كمان نحزم السوق ونمسك لجامه، ونخلص من الرخيص، ونرجع المزاج الأصلي بتاع زمان، نرجعه لناسه. مزاج الخير. اتفضل يا معلم. تسلم. مزاج الخير مش ختم بيتضرب وخلاص، لا، دي ماركة مسجلة. مسجلة، ماركة مسجلة، زي أي ماركة بتضمن للزبون الجودة بتاعت المنتج والبضاعة دي. ومش شوية وساخة بير سلم هيعكروا حليب افندينا. الله الله يفتح عليك يا معلم دهان. تسلم. الله يفتح عليك. عشان كده انا بقول انه من النهارده مفيش ولا جرام ولا حبايه هتنزل السوق الا بتصريح مني. وده عمره ما هيحصل الا وانا متغطي دفيان باخواتي الكبار. ولا يا معلم دهان؟ احنا اهلك وعزوتك ورجالتك وقت اللزوم. من شوية صبيت يا معلم الفاتحة على اللي يخون العيش والملح. بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتقول ايه يابا؟ ده انا اتبعها بايديا دول. اه
أنا مش عاوز أقول لك من بدري عشان ما تهبلش الهبل اللي أنت بتهبله ده. اركز شوية يا ابني. أركز إزاي يا معلم وأنا بسمعك تقول كلام زي ده؟ يا ابني اركز عشان نعرف نفكر. مطر ما هي سوريا وبعد اللف اللي لفيته ده أكيد رقد على كتير. وهي دي فيها تفكير يا حاج. أنا أخد بعض الوقت وأروح أجيبها من شعرها وأعلم على وش اللي خلفوها تلات وحاي. تقول تقري وتعترف وتقولي راحت الخميس تعمل إيه؟ دي مراتي يا حاج، مراتي. ما عشان مراتك لازم تركز عشان نقدر نفكر، وإلا هنلاقي نفسنا لابسين في حيطة، فهمت؟ أديني أهدى يا حاج، أديني أهدى لما أشوف آخرتها إيه؟ قول لي يا حاج قول لي أعمل إيه وخلصني. حاضر، هقول لك لأجل ما نخلص خالص. وحياة أبوها لكون سحالها ومسففها أطرام البلد من بيتهم لحد هنا. بالراحة عليها يا خميس، البنت حبلة وبطنها مليانة. دي سرقت ابني ياما، والمصحف لشرحها قصاد أبوها. الحقنا يا فندينا، الحقنا. في إيه تاني؟ البنت بس اللي شغالة مع رمانة. مالها؟ الحق يا سي خميس، خدوا رمانة، قتلت المال والحكومة خدتها، سيئة عليك النبي تلحقها، دي مالهاش بنت قد غيرك. إيه يا بنت الكلام اللي أنت بتقوليه ده؟ بركة يا جامع خدت الشر وراحت. انت يا بنت الكلام ده حصل امتى وازاي؟ الحكومة جت خدتها والمحامي اللي اسمه بدران كان معاهم. رمانة قتلت المرض. بدران ايه اللي كان معاهم؟ هيقتلونا. طب ليه احنا عملنا ايه؟ أنا سمعت المعلم نوح بيقول لبراءة إن أول ما عينيه الحكومة تغفل عنك هيتويكي في حتة محدش يعرف فيها أي حاجة عنك ولا حد يخلصك. يا لهوي ليه؟ أنا عملت إيه؟ هيودوني فين؟ أنا عارفة بقى، ده أنا كمان حاسة إنهم هيغدروا بيا. وكل ده ليه؟ عشان أنا عايزة أخد دار جوزي وهم رافضين عشان مصلحته. يا نهار أسود منيل، طب والعمل؟ يعني إحنا كده هنروح فطيس؟ مش عارفة بقى، ده إحنا حتى لو حاولنا نهرب كلابهم محوطة المنطقة كلها. دول محاطين الفيلا من كل ناحية. يبقى بقى مفيش حل غير انك تحطي ايدك في ايدي. انا يا ليك يا ست مطر اللي انت تقولي عليا انا ماشيه على طول. مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ ايه؟ قتلت المالت؟ المالت بيضون صاحب الكباريه اللي كانت شغاله فيه بقى لها فتره. كانت؟ ليه؟ هي سابته؟ سابته شويه وبعد كده رجعت له، وقعت من طولها وهي بتقدم النمره بتاعتها، وبعد كده ما رجعتلوش تاني. مش البنت دي بتاعت افندينا؟ ولفت شوية على براءة وبعد كده سلمته الخميس فقضيت شروح في قتل. اسمع يا علي، أنا عاوزك تتابعي لتحقيقات القضية دي بنفسك. عاوز أعرف عنها كل صغيرة وكبيرة. تحت أمرك يا باشا، بس إيه علاقة قتل رقاصة لصاحب كباريه باللي إحنا فيه ده؟ كله شمال يا علي. كله شمال ومنفذ على بعضه. افتكر نفسه مستخبي يبقى غبي، عشان كل العيون شايفاها. رمانة زي سعاد، الاتنين غلابة وسط ناس ما بترحمش. واحدة كان نفسها في ظل راجل خلي بيها، والتانية شالت في بطنها حتة من الراجل ما حسش بيها، وفي الآخر قتلها. المالت كان سكينة في ايد الباشا، والباشا مخ في راس افندينا، وكله مفتح على بعضه. خميس؟ العمروتي هو اللي بعت المالت الرمانة، صح؟ وانا جريت عليها عشان الحقها، قلت احميها وارمي المالت في السجن يمكن كفر عن ذنوبي. خدت النجدة معايا، اكتشفت اني بسلمها بإيديا للبوليس، وهي بصت لي بعينيها مش فاهمة أنا معاهم بعمل إيه. أنت اللي بعتني العمروتي وقلت له إن رمانة حامل؟ زي ما أنت بعتها يا خميس، وبعت ابنك لما مرتها تنزله قصدي تقتله. كلنا بنبيع يا خميس،
احنا في سوق مزاده مفتوح واللي يدفع اكتر بيشيل. كان كان هقتلك يا بدران، هقتلك. نقتل اللي جواها مات من زمان وماتت معاه كل حاجه. اللي قدامك ده جثه مستنيه اللي يدفنها. عارف ليه؟ عشان انا بقيه من زباين مزاج الخير. مزاج الخير يا فندينا، مزاج الخير.